بشتغل بالخيم، أجاري 15,000 بالخضروات، يعني بالخيار، بندورة، بتنجان، هيك كتير. يعني وضع سيء كتير، و15,000 ولا شي. يعني أنا بشتغل ب15,000، عم بحط 100,000. يعني والله العظيم وضع متعب متعب لدرجة. وعندي 4 أولاد، أنا تعرف الولد ومصروفه بلا مدارس، وصار تكلفة أوتو كار، وصار يعني عاش فيي أنا ماني قادرة. يعني حط إذا بدي أحطهم بالمدرسة بده أوتو كار يجي ياخذهم، ما في يعني لا ما في لا تكلفة ولا شيء. الأم ما بتعطينا، بس ما يعني ما في نص الشهر بنكون خالصين، بنمضي مشاحطة يعني آخر الشهر ولا شيء. ما يعني انا بالشهر كله لحتى اعمل لهم طبخه يعني من برا، على ما مضيت له اياهن على عدس وبرغل ورز وهيك شغلات. ما اني يعني مش انه طبختي عم بشتري، ما في ما معي يعني ما فينا نضلنا نشتري من برا نشتري من برا. شو اولاد السنه الفواكه كلها ما اكلوها. ايه طبعا قبل، ايه قبل بتحسي كل شيء كان له بركه، يعني هلا ولا شيء.